مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. الأوتوماتا هو آلة تعمل ذاتيا مصممة لتتبع تلقائيا تسلسل محدد سلفا من العمليات أو الاستجابة لتعليمات محددة سلفا. قام كاتسيبيوس المخترع اليوناني والرئيس الأول للمكتبة الكبرى بالإسكندرية ببناء العديد من الأوتوماتا الآلية. على سبيل المثال استخدم المياه لإصدار صوت صفير وإجراء حركة بومة نموذجية، واخترع أول ساعة وقواق في العالم، واستمر هذا التقليد في الإسكندرية مع الكثير من المخترعين. استمر تقليد تصنيع الأوتوماتا في العالم اليوناني حتى العصور الوسطى. أيضا اشتهر العالم المسلم بديع الزمان الجزري بصناعة العديد من آلات الأوتوماتا. في عصر النهضة شهد الأوتوماتا انتعاشا كبيرا. تم تحرير أطروحات الأوتوماتا وترجمتها إلى اللاتينية والإيطالية. ابتكر جيوفاني فونتانا أوتوماتا الحيوانات التي تعمل بالدفع الصاروخي. تم تصنيع العديد من ساعات العمل الآلية في القرن السادس عشر بشكل أساسي من قبل الصاغة في المدن الإمبراطورية الحرة في وسط أوروبا. في العصر الحديث اشتهر الساحر الشهير جان يوجين روبرت هودن بأنه صنع أوتوماتا لعروضه المسرحية. في عام 1840 المخترع الإيطالي إنوسينزو مانزيتي شيد أوتوماتا يعزف الناي على شكل رجل بالحجم الطبيعي ويجلس على كرسي كانت مخبأة داخل كرسي العتلات، وقضبان التوصيل وأنابيب الهواء المضغوطة، مما جعل شفاه وأصابع الأوتوماتا تتحرك على الفلوت وفقا لبرنامج مسجل على أسطوانة مشابهة لتلك المستخدمة في البيانو الكهربائي.